فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها وشعرها أمام المرأة الكافرة؟ لا بأس، المرأة مع المرأة لا بأس، كافرة أو مسلمة. بعض العلماء يقول لا، الكافرة ما تكشف عندها، لقوله تعالى: أو نسائهن، نسائهن يعني المسلمات، ولكن هذا والله أعلم ليس بقيد. المرأة مع المرأة لا حرج عليها أن تكشف وجهها وشعرها، إلا إذا خافت، إذا خافت محذورا فإنها تمنع، حتى مع المسلمة إذا خافت محذورا تمنع نفسها من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.